بلغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 2018 بفوزه على نظيره الكونغولي بهدفين لواحد في الإسكندرية لحساب منافسات المجموعة الخامسة. ويدين المنتخب المصري لنجمه محمد صلاح الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 63 ثم 90 ليبلغ منتخب الفراعنة نهائيات المونديال للمرة الثالثة في تاريخه. عمت الفرحة شوارع مصر وخارج المناصرون إلى الميادين في ربوع البلاد فرحا بفوز منتخب بلادهم على نظيره الكونغولي بهدفين لواحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية وتأهله لمونديال روسيا قبيل الجولة السادسة من التصفيات، وذلك بعد غياب الفراعنة عن نهائيات كأس العالم ل28 عاما. مراسلنا في مصر أحمد نوير تابع ردود أفعال المصريين ووافانا بتقرير التالي من الإسكندرية. إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية مسرح المواجهة، زحفت الجماهير المصرية بالآلاف حتى امتلأ الملعب، أما الباقون فكانوا على الموعد أمام شاشات التلفاز لمؤازرة منتخب الفراعنة في مواجهته الحاسمة أمام الكونغو بتصفيات كأس العالم، والأمل يحذو الجميع في فوز يحجز به الفراعنة بطاقة التأهل للنهائيات. كبارا وصغارا، رجالا ونساء تفاعلوا بكل قوة مع منتخبهم خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكن الأمل لم يتبدد لديهم في إمكانية عبور منتخب بلادهم المواجهة بنجاح. أنا حاسة إن اللعيبة بيلعبوا بسرعة كده، مستعجلين، يعني حاساهم محتاجين يهدوا شوية، يعني الفريق التاني هو الهادي، يعني ربنا يسهل بس ونكسب الشوط الثاني باذن الله. المفروض نهجم بطريقه اقوى من كده مليون مره، يعني طبعا الكره تبقى اسرع من كده مليون مره، لان البطء دوت مخليهم هم ياخدوا مننا الكره بسهوله، يعني مش هنقدروا نوصلوا طول ما الكره بطيئه، لازم الكره تمشي اسرع من كده. الشوط الثاني نامن الدفاع، ده اهم حاجه، لان لو جه جون هيبقى صعب تعويضه، احنا عايزين احنا اللي نجيب جون، فلازم نامن الهجمات المرتده كويس جدا وربنا ييسر الحال ان شاء الله. دقات قلوب المصريين تسارعت مع بدء أحداث الشوط الثاني أملا في هدف التقدم، أمنية تحققت بقدم الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة 63 لتنطلق فرحة جنونية لدى الجماهير. الطمأنينة التي تسللت لقلوب المصريين اصطدمت بهدف التعادل للكونغو في الدقيقة 87 بقدم أفونو. حالة من التوتر بدت على وجوه الجماهير المصرية، لكن الأمل لا يزال يحذوهم في تحقيق هدف الفوز، وهو ما حمله الوقت الإضافي للمباراة، وتحديدا في الدقيقة 94 من ركلة جزاء سددها محمد صلاح بنجاح، لتتعالى صيحات الفرح وسط الجماهير، وليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، ولتنطلق بعدها أفراح المصريين بشوارع البلاد في ليلة من ألف ليلة وليلة شعارها حلم المونديال يتحقق. مية مية، محمد صلاح تسلم تسلم رجله. الحمد لله رب العالمين، كان فوز جامد وصعب، والحمد لله احنا أعصابنا مش يعني، الحمد لله الحمد لله. آخر خمس دقايق دول احنا متنا فيهم وحيينا تاني في الدقيقة 93. الحمد لله، مبروك لمصر كلها ومبروك للأمة العربية. الماتش كان صعب، خصوصا جون كونغو جاء في وقت متأخر شوية، كان صعب علينا، بس الحمد لله ربنا كرمنا، تريزيجيه نزل قلب الماتش، واللعيبة النهاردة كلهم رجالة. دي فرحة وحب وحاجة أكتر من السعادة بشوية، سعادة لكل المصريين وألف مبروك لمصر. المصريون يتنفسون فرحة وسعادة وسرورا بعد نجاح منتخب بلادهم في التأهل لنهائيات روسيا 2018. أحمد نوير، بين سبورتس، الإسكندرية. تأهل من